أخي لكم جميعا. التقي معا، وزي ما احنا متعودين ان احنا بنبدأ لقاءنا باستمرار بالدخول الى محضر الله من خلال ترنيمة. النهاردة هنشارك مع بعض في ترنيمة لعل الكل يشتاق ان هو يناجي رب المجد يسوع بهذه الترنيمة. ترنيمة بتقول: يا صاحب الحنان، يا ملجأ نفسي، أنت فيك الأمان في وسط غربتي. كل إنسان بيحتاج أن يشعر بالأمان، احتياج طبيعي لكل البشر. أكثر شيء يتعب الإنسان أو تعب البشرية هو عدم الاطمئنان، عدم السلام. الكل تعبان لأنه الكل خايف، الكل متوتر، الكل قلقان. عشان كده بنقول له: يا ملجأ نفسي، أنت فيك الأمان في وسط غربتي، غربة هذا العالم اللي احنا عايشين فيه. نشرنا من ترنيمة، وهي زي ما قلت هي عبارة عن مناجاة. كل إنسان بيصلي بيقول له كده: يا صاحب الحنان. كل إنسان بيرنم، كل إنسان بيتكلم معه النهاردة بيقول له كده: يا صاحب الحنان، يا ملجأ نفسي. وده بيخلينا إن كل واحد فعلا مننا يعني يفكر: هل فعلا أول شخص بلجأ إليه في أتعابي، في أحزاني، في ضيقاتي، في مشاكلي، في أمراضي، أول شخص هو المسيح؟ هل هو فعلا الملجأ الأول للإنسان؟ عايز أقول هو الملجأ الأول والوحيد، لكن طبعا في أشياء أخرى هو الأول وبعد كده إذا كان في أي أدوات بشرية أو أي وسائل بشرية نستخدمها إذا نستطيع أن نستخدمها، لكن دايما خلينا متذكرين إنه هو الأول في كل شيء في حياتنا. يا صاحب الحنان، يا ملجأ النفس، أنت فيك الأمان في وسط غربتي، أحتاج إلي، أحتاج لترفعني بقوتك، بقوتك، أنت تعين ضعفي وترحمني. يا فارويني وحيني، إني أريد نور حبك يسطع في داخلي. يا سيدي، إني أريد العمق فيك، فارويني وحيني، إني أريد نور حبك يسطع في داخلي. يا صاحب الحنان، ها صرختي إليك، إني إليك راجع، راجع إلي، راجع لحضنك، راجع لدربك، أنا راجع لنورك يا صاحب الحنان، راجع لحضنك، راجع
I know.